بهاي الدائرة المطلوب من عندنا إيجاد تمرين إكويفالنت. حتى نجد تمرين إكويفالنت طبعا هذه النتورك أو هذه الدائرة راح تتحول إلى في حالة الثبنن نحولها إلى مصدر فولتية ومقاومة مربوطة على التوالي مع المصدر الفولتية ونرجع الأطراف اللي هو الـ A والـ B. مصدر الفولتية راح يكون قيمة B ثبنن والمقاومة قيمة R ثبنن. بهالحالة إذا رتبنا هذه الدائرة حصلنا على ثبنن إكويفالنت. بالنسبة إلى أول خطوة هسه راح نشتغل على V ثبنن. البي ثبنن هي عبارة عن هي الفولتية الأوبن سيركت اللي هي وين موجودة بين الأي وبين البي. يعني هذه هنا هي فولتية البي ثبنن اللي هو راح نحسبها من هذه الدائرة. خلينا ناخذ نقطة اللي هو المقاومة 2 أوم. هذه المقاومة مربوطة على التوالي مع الأوبن سيركت لأنه عندي أي والبي أوبن سيركت. فبهالحالة التيار راح يكون قيمة التيار اللي راح يمر بهالمقاومة قيمة صفر. الفولتية على هاي المقاومة شقد راح تكون صفر فولت. حتى حسابات تقل معناها هذه المقاومة ممكن ارفعها وعوض عنها شنو شورت سيركت. راح نعيد رسم الدائرة بأن نرفع المقاومة 2 اوم وخلي مكانها شورت سيركت. حتى نحلل هاي الدائرة طبعا هنا هذه هي البي ثبنن. وهنا حسب ما نلاحظ بأنه الفولتية البي ثبنن هي نفسها الفولتية على أطراف المقاومة 6 أوم. إذا هي هنا راح نبحث بهالدائرة أنه أنا أحاول أستخرج فولتية 6 أوم اللي هي نفسها فولتية الثبنن. بإمكاننا نستخدم طرق التحليل اللي نعرفها بتحليل الدوائر. طبعا بهاي الدائرة هي أسهل حل أنه نستخدم النودل. مثل ما نلاحظ بهاي الدائرة بها 2 نودز، هذه واحد هذا اثنين وهذا النود الثالث اللي وانا راح اخذه انه هو رفرنس. واحنا نعرف انه الرفرنس فولتيته صفر فولت. اضافة الى ذلك انه نلاحظ بين النود الاول والنود الثاني بيناتهم مصدر شنو مصدر فولتية، هذا ما يسمى به سوبر نود. والسوبر نود انه هنا كذلك بين مصدر الفولتية او النود الاول والنود الثاني المقاومة اللي هي هذه 2 اوم مربوطة على التوازي مع مصدر الفولتية. اذا بهالحالة صار هذا الجزء كله اللي هو المصدر الفولتية والاثنين اوم كله صار هو عبارة عن ما يسمى بسوبر نود. راح نرسم الدائرة بدون السوبر نود حتى نعرف شلون راح تكتب معادلته. احنا مثل ما نعرف قلنا اذا المقاومة ربطت على التوازي مع مصدر الفولتية فهذه كلها راح تعتبر سوبر نود. يعني المقاومة 2 اوم ما راح تدخل بحساباتي بحساب المعادلة للسوبر نود. فنلاحظ اصبحت الدائرة بهذه الهيئة، عندي 2 نود اللي هو هذا فولتية النود الاول وفولتية النود الثاني ولا ننسى الرفرنس مالتنا. راح نكتب معادلة السوبر نود. فراح يكون عندي راح نحددها حسب التيارات. راح يكون عندي التيار الاول، هذا هو التيار الاول وهذا هو التيار الثاني. راح نستخدم الكيرشوف كارنت لو حتى نكتب المعادلة. فراح نقول التيارات الداخلة للسوبر نود اللي هو اللي 2 نودز هذنا البي 1 والبي 2، التيارات الداخلة إليهم بجرد عندي الخمسة فراح يصير عندي خمسة راح يساوينا الخارج من السوبر نود عندي التيار الأول زائدا التيار الثاني يساوينا خمسة. التيار الأول هو ناتج عن بي 1 ناقص صفر على قيمة المقاومة 4 زائدا البي 2 هو عبارة عن أو التيار الثاني هي عبارة عن الـ V2 ناقص صفر على قيمة المقاومة اللي هي 6. بهالحالة حصلنا المعادلة الأولى راح نرتبها 5 يساوي لنا V1 على 4 زائدا V2 على 6 حصلنا المعادلة الأولى. المعادلة الثانية من راح نحصلها؟ راح نحصلها طبعا من هذا المصدر اللي هو موجود بين الـ 2 nodes. هذا المصدر راح يكون عبارة عن هذه المعادلة راح تكون عبارة عن الموجب بجهة النود الثاني. إذا راح نقول V2 ناقص
v1 v2 ناقص v1 يساوي 2 vx. هذه هي المعادلة الثانية. مثل ما لاحظ ظهر لي مصطلح ال vx لأنه هذا المصدر هو عبارة عن مصدر dependent source، لذلك لازم أجد معادلة ال vx. في ال vx هنا بهذه الدائرة راح تساوي لنا مثل ما لاحظ هي عبارة عن v1 ناقص 0، إذا نقول عليها v1 نحصل المعادلة الثالثة. طبعا راح نعوض المعادلة الثالثة وين نعوضها بالمعادلة الثانية بعد الترتيبات. طبعا احنا مثل ما اتفقنا بانه انا احتاج فولتية يا مقاومة، فولتية المقاومة 6، فولتية المقاومة 6 يا نون اللي هو نفسها فولتية الفيتو، يعني فيتو ناقص 0. فبالتالي هنا انا راح اسوي الحسابات فقط لحتى اجد فولتية الفيتو، يعني قيمة V1 ما راح اطلعها، لذلك راح نخلي V1 بدلالة V2. فنعوض هنا بهذه المعادلة راح نحصل على انه راح نحصل انه V2 راح تساوي لنا 3 V1، وبالتالي راح نحصل على انه V1 يساوي لنا V2 على 3. هذه المعادلة اللي انا اريدها. هذه وين راح نعوضها؟ راح نعوضها بالمعادلة الاولى. منعوضها بالمعادلة الأولى شنو راح نحصل؟ راح نحصل على أنه 5 تساوي لنا V2 على 12 زائدا V2 على 6. بالتالي بعد ما نرتب المعادلة راح نحصل على قيمة V2 راح يساوي لنا شقد؟ 20 فولت. إذا راح يكون عندنا V8 راح يساوي لنا 20 فولت. إذا حصلنا أول قيمة، حصلنا انه مصدر الفولتية قيمته 20 فولت. بقى عندنا R-Thevenin. بالنسبة الى R-Thevenin طبعا مثل ما نعرف هي المقاومة المنظورة من الاطراف A والB. الشرط مالتنا شنو راح يكون؟ بانه لازم المصادر الغير معتمدة في حالة اذا كان مصدر التيار راح يكون open circuit، وإذا كان عندي مصدر فولتية راح يكون شورت. إن أنا بهاي الدائرة عندي فقط مصدر تيار اللي هو مصدر غير معتمد راح نسوي open circuit. المشكلة بهاي الدائرة بأنه هي عبارة عن دائرة تحتوي على مصدر dependent source اللي هو مصدر معتمد، لذلك ما أقدر أطلع قيمة الـ R-Thevenin direct. لازم شو نسوي؟ نعوض بين الأطراف الـ A والـ B، أما مصدر فولتية معروفة قيمته أو مصدر تيار معروفة قيمته. فراح نعيد رسم الدائرة بتعويض بين الأطراف الـ A والـ B مصدر فولتية. مثل ما نلاحظ إن أنا سوينا الـ 5 أمبير أوبن سيركت، عوضنا بين أطراف الـ A والـ B مصدر فولتية قيمته 1 فولت. طبعا هنا كذلك نقدر نستخدم طرق التحليل. راح نبقى نستخدم النودل لأن راح تكون أسهل. مثل ما نلاحظ هنا هذا هو الرفرنس مالتنا، هذا النود الأول، هذا النود الثاني، وهذا هو النود الثالث. النود الأول اللي هو والثاني شنو اتفقنا عليه؟ إنه راح نسميه سوبر نود. فبالتالي اللي هو هذا كل مصدر الفولتية والاثنين أوم كلهم راح يكونون عبارة عن سوبر نود، لذلك ما راح يدخلون بحساباتي. حتى نكتب معادلة السوبر نود خلينا نحدد التيارات بهالحالة. هذا هو التيار أول، التيار الثاني، وهنا هو التيار الثالث. طبعا هنا بهالحسابات مالتنا احنا منعوضنا مصدر الفولتية 1 فولت، شنو المطلوب من عندنا؟ إيجاد التيار الصادر من مصدر الفولتية. يعني لهالحالة حتى أجد الـ R-Thevenin فأنا بهالحسابات مالتي يجب أن أجد التيار الثالث اللي هو هذا هو التيار الثالث. التيار الثالث بهالحالة راح يكون حسب المعادلات مالتنا اللي هو فولتية الثالث نود الثالث ناقص فولتية النود الثاني على قيمة المقاومة اللي هو 2. المعادلة الأولى راح تكون هي عبارة عن معادلة السوبر نود، فراح يصير عبارة عن التيارات الداخلة للسوبر نود. شنو عندي تيارات داخلة؟ عندي فقط الـ I3. إذا لاحظ I3 داخل للسوبر نود، فإذا راح يكون عندي I3
التيارات الخارجة هو عبارة عن التيار الأول زائد التيار الثاني. I3 مثل ما عرفنا اللي هو معادلته V3 ناقص V2 على 2 ساوينا معادلة التيار الأول اللي هو V1 ناقص 0 على 4 زائدا V2 ناقص 0 على 6. طبعا بعد ما نرتب المعادلة تبع ترتيبات المعادلة راح نحصل على انه ال V3 على 2 يساوينا V1 على 4 زائدا يعني انقل هذه بهالحال انقل V2 على 2 اوديها مع V2 فراح يصير عندي 1 على 6 زائد 1 على 2 V2. هاي هي المعادلة الاولى. من نحصل المعادلة الثانية قلنا نحصلها من مصدر الفولتية اللي هي موجودة اللي هو كون لي السوبر نود اللي هو هذا 2 VX، فاللي هو راح يكون عبارة عن فولتية النود الثاني ناقص فولتية النود الأول يساوي لنا 2 VX، هي المعادلة الثانية. ال VX شنو بهالحالة؟ قلنا هي عبارة عن V1 ناقص 0، فإذا أنا صار عندي V1. المعادلة الثالثة. المعادلة الرابعة بالنسبة إلى الفولتية الثالثة اللي هو V3، هالحالة V3 راح أشوف إنه فولتيتها شنو راح تكون، هي نفسها فولتية المصدر لأن هي مربوطة مع المصدر ومع الرفرنس، فإذا فولتية V3 أو معادلة V3 راح يكون عبارة عن 1 فولت، يعني قيمة تشغل 1. فأقدر نعوض بالمعادلات قيمة V3 يساوينا 1. فبالمعادلات راح يكون كالآتي: نعوض قيمة V3 ونعوض VX ونحصل على معادلة بدلالة شنو؟ بدلالة V2. يعني هسا مثل ما نلاحظ هنا أنا أحتاج بس V2 لحساب التيار، لذلك فقط راح استخرج يعني راح أخلي المعادلة بدلالة V1 حتى نستخرج فقط قيمة V2. فبعد التعويضات هنا أنا راح يصير عندي راح نعوض 3 في 2، فراح نحصل من هذه المعادلة بأنه V2 راح يساوي لنا 3 V1، وقلنا احنا نريد ال V1 بدلالة V2، V1 هي عبارة عن V2 على 3. هذه المعادلة اللي انا احتاجها، اللي وين نعوضها؟ نعوضها بالمعادلة الاولى. كذلك شنو نحتاج نعوض؟ قيمة V3 اللي هو بالمعادلة الاولى، يعني هذه لازم نعوضها وين؟ كذلك بالمعادلة الأولى. فراح تصير المعادلة الأولى كالآتي: 1 على 2 يساوينا V1 راح تصير عبارة عن V2 على 12 زائدا هنا راح يكون عبارة عن على 6 4 V2. نقول بعد الترتيبات راح نحصل قيمة V2، وهنا قيمة V2 راح تكون عبارة عن 2 إلى 3 بالضبط. شو نستفاد من قيمة V2؟ وين نعوضها؟ نعوضها قيمة V2 راح تعوض وين؟ تعوض هاي المعادلة للتيار التيار الثالث، راح يصير عبارة V3 قيمتنا 1 فولت ناقص 2 إلى 3 على 2، وبهالحالة راح يصير قيمة التيار راح يساوي لنا 1 إلى 6 أمبير. بعد ما استخرجنا هذا التيار صادر من المصدر اللي قيمته شقد؟ 1 فولت. إذا قيمة المقاومة راح تكون كالآتي: إذا آر ثيفنن راح تكون عبارة فولتية على شنو؟ على التيار. الفولتية شقد قيمة المصدر كان؟ 1. شقد صدر لي تيار 1 إلى 6؟ إذا قيمتنا اللي هو 6 أم. حصلنا قيمة الآر ثيفنن قيمتها 6 أم.